إننا نجلس في بيوتنا آمنون مطمئنون بفضل الله تعالى، ثم بفضل جهود أبطال الوطن الذين يعملون جاهدين للحفاظ على سلامتنا وأمن المملكة العربية السعودية. الكادر الصحي يسهر لعلاج المرضى ويتحمل المشقة ويخاطر بصحته لأجل سلامة المجتمع. والكادر العسكري يسهر ليحمينا ويحافظ على أمان الوطن ويخاطر بحياته لأجلنا. هؤلاء هم الأبطال فعلا، نفخر بهم ونفخر أننا ننتمي لهذا البلد المعطاء.